السلام عليكم يا أصدقائي ومتابعي قناة عش الخفاش. Thank you.
السلام عليكم الاخوان. درت هذا الفيديو باش نوضح لكم بلي هذا لا مارك ديال الراديو فيليبس، راه ما فيهش زئبق احمر، واخا يكون قديم، واخا تكون دايز عليه 100 سنه ولا 1000 سنه، راه ما فيهش الزئبق الاحمر. ليس فيليبس قديم، ما انتم كتشوفوا حتى لي زامبول اللي تيقولوا راه فيهم زيبا قرانة في أول عام، كتشوفوها عرستم كاملين مرجوها. هي هذه هي بلاصتها، مبغاش تدخل. هي الأخرى مرجوها، هي الأخرى عاش نبلي فيهم في اللق، عاش يسنوكا ما فيهم لا زيبا لا هم يحزن لا مرجوها. كيما كتشوفو هادشي للأسف هذا الراديو شريته ب5000 درهم، يعني تصيدت فيه تقلبت فيه، حيت ما عنديش بزاف تجربة في هذا الشيء. ولكن دابا هذا الشيء اللي عندي راه بغيت ندوزو لكم، باش شي واحد اللي كيقلب على هذا الشيء ديال الزئبق ما يزربش، دابا يشري شي حاجة يتأكد، يدير تجربة. عطى الله التجارب. كاين علاش تخسر فلوسك على شي حاجة انت متأكد منها؟ نتوما هما لي زامبول هرسو كاملين، ما فيهم لا زواق لا زئبق لا هم يحزنون. كيف تشوف هذا الشيء؟ هو الراديو، هو فيليبس في مكتوبة هنا فيليبس هي فوالا توفيق الجميع، وشكرا.
Thank you.